ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي، بعد التحية، ما هي دلالات وتوقيت الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا التوقيت الحرج؟ مرحبا رغدة. بالتأكيد يعني هذا التوقيت استلزم مكالمة هاتفية ما بين بايدن وما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأن محوره كان الرد الإيراني المحتمل على مقتل إسماعيل القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية، والتي تتهم بالطبع إيران فيها إسرائيل. لذلك سنجد أن يعني أهم ما ورد في هذه المكالمة أو معظم ما ورد في هذه المكالمة يخص هذه القضية بالذات، وكأن المكالمة بالكامل أعتقد كانت عن الرد الإيراني المحتمل، إذ يعني لم يتم التطرق إلى ما يحدث في غزة أو ما يحدث حتى على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، إلا بس فقط بتصريح عام عن مسألة ضرورة العمل على خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. فيما عدا ذلك فهذا تقريبا ما أتى. يعني بايدن أعرب لنتنياهو عن التزام بلاده بأمن إسرائيل في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها حماس وحزب الله والحوثيين على حد تعبير البيان. أيضا في البيان الخاص بالبيت الأبيض، بايدن ناقش مع نتنياهو جهود دعم الدفاعات الإسرائيلية ضد التهديدات الإيرانية. أيضا ناقشا تزويد إسرائيل بمضادات الصواريخ والمسيرات ودفاعات أمريكية جديدة. يعني نحن الآن يبدو أننا أمام دفعة جديدة من الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، أو ربما نشر أسلحة أمريكية تحت تصرف إسرائيل في المنطقة استعدادا للرد الإيراني المتوقع. كذلك يعني من البارز في هذه المكالمة، والتي من المعتاد أنها تكون سرية جدا وفقط بين الزعيمين، المكالمة كان يحضرها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ويبدو أن هناك يعني دفع من جانب الإدارة الأمريكية ومن جانب بايدن بشكل شخصي أن تكون كامالا هاريس حاضرة لأي يعني أي فعالية سياسية وأي تفاصيل، حتى تكون على دراية بها لأنها ستكون مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة. نعم، ما هو موقف الولايات المتحدة من عمليات الاغتيال التي تقوم بها إسرائيل ضد قيادات حماس؟ الحقيقة حتى الآن الولايات المتحدة لم تعرب عن أي رد فعل، لا بالإيجاب ولا بالسلب، يعني يشفي على الأقل صدور الصحفيين الذين يتساءلون يومياً ويسألون المتحدثين باسم الإدارات الأمريكية المختلفة ما هو الموقف الأمريكي من مقتل إسماعيل هنية على سبيل المثال في إيران، ما هو موقفهم حتى من مقتل فؤاد شكر القيادي في حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية في بيروت. يعني الإجابات التي تلقيناها حتى الآن على هذين الحدثين هو أن الولايات المتحدة تستمر في دعم إسرائيل والالتزام بأمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات، وأنها تعمل على الحلول الدبلوماسية، خاصة مسألة التوتر ما بين إسرائيل وحزب الله، وأن الأمر يجب أن يحل دبلوماسيا، وأن الحرب التي يتحدث عنها البعض في المنطقة ليست حربا حتمية، وأنه من السهل ويجب تجنبها، وأنه يمكن تجنبها حتى الآن. هذه هي التصريحات العامة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة، ولكن رد فعل محدد بشأن اغتيال إسماعيل هنية أو اغتيال فؤاد شكر ليس هناك رد فعل محدد على ذلك، لأن الإدارة الأمريكية لا تعرف ماذا ستقول. يعني هل ستبدي سعادتها وترحيبها بمقتل هذين القياديين، ولدين بالنسبة لها أحدهما عضو في جماعة تصنفها إرهابية، والآخر أيضا عضو في جماعة إرهابية، وكان مرصود مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنها 5 مليون دولار، أتحدث عن فؤاد شكر، أو ستنتقد هذه العملية وهي في النهاية أسقطت شخصين تعتبرهما أعداء للولايات المتحدة. الولايات المتحدة تجنبت أن تبدي أي رد فعل على هذين الحادثين، فقد تحدثت عن مسألة التصعيد في المنطقة وأنه يجب تجنبها وأنه يجب أن يكون هناك حلول دبلوماسية. حتى عندما سئل أكثر من مسؤول أمريكي عن تأثير
مقتل إسماعيل هنية وهو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والمسؤول عن المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وهو الآن يعني قتل، فمن سيتفاوض؟ قالوا إنه من المبكر الحكم على تأثير مقتل هنية على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. رامي، أيضا كيف يمكن أن تؤثر هذه التطورات على المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران؟ في الحقيقة هذه التطورات يعني أصبحت تعقد كل شيء، بداية من بدءا من مسألة المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة، مرورا بالتصعيد الذي يحدث الآن على أكثر من جبهة، حتى وصولا إلى مسألة المفاوضات النووية المتجمدة حاليا في الحقيقة بين إيران والدول الغربية. الولايات المتحدة لديها اشتراطات كثيرة جدا على إيران لإعادة الدخول في المفاوضات من جديد ومفاوضات البرنامج النووي الإيراني. ليس هناك آمال معلقة في الحقيقة من جانب واشنطن على الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزكيان، هي ترى أن السياسات الإيرانية لن تتغير. ليس هناك في الحقيقة أي إشارات جاءت من إيران أو من الرئيس الجديد لأوروبا أو للولايات المتحدة أو للغرب بشكل عام أنه ربما ينوي الدخول في جولة مفاوضات جديدة أو مستعد لتقديم بعض التنازلات. الحلفاء الأوروبيون بالتأكيد هم أنشط من الولايات المتحدة في هذا الملف، يحاولون الدفع دائما إلى يعني جلب الجميع إلى طاولة المفاوضات، ولكن حتى الآن الأمور يعني تبدو متجمدة انتظارا لعدة أحداث. أولا الموقف معقد جدا في الشرق الأوسط، يعني يحتاج أولا إلى خفض التصعيد قليلا، ثم بعد ذلك ربما ينظرون من خلال القيادة الإيرانية الجديدة إلى ما يمكن عمله في مسألة ملف البرنامج النووي الإيراني. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية.